المباراة كنا تنتظروا تكون فيها ندية كبيرة نظرا لطبعها المحلي أولا، ونظريا كذلك للوضعية اللي تتواجد فيها الفريق ديالنا. يعني حصيلة رقمية جد هزيلة في مرحلة الذهاب، ما بقاش عندنا هامش ديال الخطأ، كل مقابلة تنعتبرها مقابلة سد، مقابلة نهائية، ظن انه ما بقاش عندنا الوقت ولا الهامش في نفرطوا في النقاط. فريق المغرب التطواني فريق منظم، حالته تعيش راحة أكثر لأنه عنده نقاط أكثر، حصد نقاط أكثر في مرحلة الذهاب. وكذلك السيد رضا حكم والطاقم التقني كانت عندهم فترة أطول لخلق الانسجام والتناغم بين المجموعة، وباش يستطع باش يمتخون أبليكاسيون سيزيدي سون بلان دو جو. ظن بأنه إحنا ما كانش عندنا هامش خطأ، خاصة بأن كذلك أول مباراة أمام الجماهير ديالنا في ملعب ديالنا، غادي نلعبوا بالإمكانيات ديالنا، سوف نجازف هجوميا باش نسجلوا أكيد مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، ماشي مجازفة يعني يعني بالعقل سنة أو كان سونس سينات ولي مغامرة، لكن غادي نلعبوا الحدود ديالنا جيسكوبو. شنو استفدنا احنا من الفوز ديال اليوم ولا في الفوز ديال المغرب الفاسي في كأس العرش؟ هو الخصوم ولاو تياخذونا بجدية، فهمتيني؟ فيني الحقبة ديال طنجة في مرحلة الذهاب اللي لعب معها دير 3 بوان في جيبو افون لو كو دونفوا، هذا هو ميساجنا للخصوم ديالنا. اكادير اون فا جوي كوم اون جوي اوجوردي اي بيتيتر بلوس كاع بلوس اوفونسيف كو سا. من الممكن يسوفي لحقاش هذا الدور ديالي انا هو فيغ لو تورنوفر، يعني ندوروا المجموعه بلا ما ناثروا على القوه ديالها، بلا ما ناثروا كذلك على الانسجام الحاصل، ما غاديش نديروا الخواطر نون بلو. اذا كاينه واحد لوساتور، كاين عمود فقري، كاين قطاع غيار تيشتغلوا، كاين لاعبين كذلك بقيمه فنيه كبيره كانوا في مرحله الذهاب، مروا بمرحله فراغ دخلهم الشك، فقدوا الثقه، مساله عاديه. حنا بصدد كذلك بالموازات مع التدريب اللي تنقوموا به على الملعب، خطابنا يعني متوجه لترميم المعنويات، مساله عاديه باسكو لو مونتال سا كونت. ومشينا في هذا لو سونس، ولاعبين اللي جايين من بليسور كذلك خصنا كذلك نواكبوهم. دون زان موا سي اون ريستون في ان شاء الله غادي تكونوا درنا لا ميزا نيفو، وكل لاعبين يكونوا على قدم المساواه على الناحيه التقنيه والبدنيه والنفسيه جيسبر. يعني من حسن حظنا او من سوء حظنا يعني تاجيل ديال المقابله ديالنا لاسباب امنيه، يعني لوغ سكيل ساجي يعني من الامن الوطن والمواطن، اون بو با فيغ دي ما نقدروش نديروا دي كومونتير صافي. مي سي فري كانت عندنا فرصه مواتيه وحصص حصتين اضافيتين باش نخدموا، خدمنا على الخصم بشكل جيد، لكن ما بقاتش عندنا لو طون دو ريكوبيراسيون باسكو حسنيه اكادير غادي يكون عندهم 3 ايام راحه زياده. اذا حنا غادي غدا غادي نديروا ازاله العياء، جودي غادي نديروا ان بوتي انترينمون، ما تو بو با تو بو با لا ريبريز، ونديروا ان فول. اوروزمون كاين ان فول ديريكت ديال اكادير، ف طونجي اكادير، اظن بانه غادي نلعبوا السبت، ما كاينش تكافؤ الفرص، مي حنا في طنجه لا نشتكي، لا نشتكي، نلعبوا حتى الجمعه اون بخي.